الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: لائحة ثانية بأسماء مطاعم ومؤسسات مخالفة لسلامة الغذاء، والملف يبحث في جلسة الحكومة وسط تجاذب بين الوزراء. تقدم اللافت للأكراد في كوباني، وأوباما: تنحية الأسد تساعد على هزيمة داعش. القوات المصرية تتعرض لسلسلة هجمات إرهابية تحصد قتلى وجرحى. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: ما هي أسباب غلاء أسعار الصنوبر؟ وفي الرياضة: مونديال 2018-2022 ولا حاجة لإعادة التصويت وتبرئة قطر من الفساد. أهلا بكم. قضية سلامة الغذاء في ضوء كشف وزير الصحة وائل أبو فعور اليوم عن لائحة جديدة بأسماء المطاعم والمؤسسات المخالفة لا زالت تتفاعل، حتى أصبحت مادة للتجاذب بين الوزراء أنفسهم، وفرضت نفسها على طاولة مجلس الوزراء. وفي حين كان الوزير أبو فعور يعقد مؤتمره الصحفي، كانت قوى الأمن الداخلي تنظم 32 محضرا لمؤسسات مخالفة. حركة لافتة في وزارة الصحة بعد إعلان الوزير وائل أبو فعور عن أسماء المؤسسات الغذائية والمطاعم المخالفة. أصحاب مؤسسات ومطاعم قصدوا الوزارة للقاء الوزير والاطلاع منه على تفاصيل المخالفات وكيفية معالجتها. أنت مين تبع التنمية؟ تنمية. روح بطل تخالف بعدين تسألني، طلع تتركني هلا. روح شيل العظام من الفروج وتحش تعش تزعبر بطريق بالثلاث أشهر. طيب أوكي أقعدوا بحكي أنا بك، مش هون يلا. وللمرة الثانية في أسبوع واحد أعلن وزير الصحة أسماء مطاعم ومؤسسات غذائية جديدة تحتوي على مواد مخالفة لشروط السلامة. مونوبري جناح. جناح إذا بدكم تحسبوه حسبوه بمناطق سيطرة الضاحية. إن هذه العينة فحصنا عندهم الإسكالوب. إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للتحاليل المبينة عليها لأنها تحتوي على السلمونيلا. إلا إذا بدكم سلمونيلا، إلا إذا معالي الوزراء بدهم السلمونيلا تصير فيتامين يعني. زملاء. تي اس سي جناح فحصنا اللحم المفرومي بقر برازيلي مستورد. إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للتحليل المبين عليها لأنها تحتوي على إتشيا ريتشيا كولي والبكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل المسموح به. مطعم أبو جزاف جل الديب، مقانق طاووق كباب. غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للتحاليل المبينة عليها لأنها تحتوي على الإتشيريت شاكولي والمكورات العنقودية والبكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل المسموح به. مطعم أبو جهاد جل الديب، كباب، مقانق، طوق. إن هذه العينات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للتحاليل المبينة عليها. أبو فعور رد على كل الحملات التي طلته من داخل الحكومة وخارجها، مؤكدا أنه مستمر بالإعلان عن أي مؤسسة مخالفة، وحين تعمل على إصلاح المخالفات سيتم الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام. نحن ما عندنا شيء ضد حدا، نحن عندنا التزام تجاه مصلحة المواطن لا أكثر ولا أقل. ما أخذ علينا بشكل أساسي التشهير بالمؤسسات. هلق التشهير تعبير واسع يعني مطلوب المؤسسة تخالف الطعمي أكل ما بيسوى تستمر بهذا الأمر، ولما نروح نكشف عليها طبعا نروح نعمل لهم زيارة أنا وفري من الوزارة نقول لهم يا جماعة سامحونا غلطانين معكم نحن وكفوا بشغلكم، بس إذا فيكم تحسنوا شوي بنكون ممنونينكم. لا، هذا ما لن يحصل. إذا كانوا بيعتبروا تشهير بالفم الملآن وعلى الملأ، سنستمر في التشهير. وكان أبو فعور استقبل وفدا من المطاعم الحاملة لتراخيص الامتياز والتي ذكر اسمها في اللائحة المخالفة الأولى، كما التقى بأطباء الأقضية الذين أطلعوا الوزير على عملهم والنتائج التي يتوصلون إليها من خلال فحص العينات. وزير السياحة ميشيل فرعون رد على الوزير أبو فعور وقال: من السراي الحكومي، كما أن هناك محاسبة للمؤسسات، يجب أن يكون هناك محاسبة لوزارة الصحة التي لم تتحرك لعشرين سنة. وأشار إلى أن لديه ملاحظات على إعلان أسماء المؤسسات على وسائل الإعلام. يكون في عينة تانية، لأنه عم نسمع أنه العينة مثلا طلعت الأحد بالليل ساعة 8 ببراد بدون كفوف ببراد، هل براد سمح أنه توصل عينة بعد ساعتين إلى المختبر، وهل الاختبار صار تاني يوم؟ أنا بتمنى على وزير الصحة، أنا بعرف أنه بالنهاية نحن وياه رح نتلاقى لنشتغل لمصلحة الصحة
ولمصلحة السياحة، انه ليش لا يشك كمان ببعض العينات او بعض الطريقة اللي انعملت كل هالفحوصات، يشك ليتأكد ولنقدر نحن وياه ندقق بهالموضوع ونوصل لمعيار واحد، ونحن منكون وصلنا حقنا على كل حال على صعيد وزارة السياحة. وفي السراي الحكومي حضر ملف سلامة الغذاء من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الذي يبحث قضيتي الخلوي والنفايات. وللاطلاع على أجواء الجلسة تنضم إلينا مباشرة مراسلتنا مها ظاهر. مها تفضلي. نعم ميرنا، كما ذكرت فأن موضوع سلامة الغذاء طغى على الوقت الأكبر من جلسة مجلس الوزراء التي انضم إليها بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة وائل أبو فاعور. انضم إلى مجلس الوزراء ووضع الحقائق كما قال أمام الوزراء الذين أكدوا بأنهم سيكونون جزء من هذه الحملة، والتي كان الوزير وائل أبو فاعور قال بأنها حملة مستمرة وسيكون هناك لوائح ثالثة ورابعة وخامسة، وهو رفض التشكيك بأن يكون هناك أي خطأ بهذه النتائج التي صدرت عن مركز الأبحاث العلمية في وزارة الصحة في قسم الجراثيم، وقال بأن هذا المختبر هو مختبر مجهز حديثا من أجهزة إيطالية ولا يمكن التشكيك بنتائجه، وبالتالي هو وضع الحقائق أمام الوزراء والذين كما ذكرت أكدوا بأنهم سيكونون كما وعدوا جزء من هذه الحملة. في موضوع وفي هذا الإطار أيضا نفى الوزير أن يكون حصل أي اجتماع بينه وبين وزير الاقتصاد ألا حكيم أو وزير السياحة ميشيل فرعون، وقال بأن ما حصل هو دردشة وأنه لم يتم الاتفاق على أي اجتماع في وقت لاحق بينهم. إذن هذا هو فيما يتعلق بموضوع سلامة الغذاء. أما في موضوع جلسة مجلس الوزراء فإن هناك جدول أعمال من 50 بندا، وموضوع الاتصالات يبحث في هذه الأثناء بعد أن رحل موضوع النفايات لأن هناك بعض الملاحظات عليه وبعض الوزراء لم يطلعوا على هذا الملف، ويبقى موضوع الاتصالات وهناك ملاحظات على خطة التي وضعها وزير الاتصالات ولا سيما من وزراء التكتل التغيير والإصلاح ووزراء حزب الله. هذه إذن الأجواء، وأود أن أشير بأن الوزير وائل أبو فاعور قد خرج من جلسة مجلس الوزراء قبل حوالي 10 دقائق من الآن. ميرنا. نعم، مراسلة تلفزيون المستقبل مها ظاهر، شكرا لك. في بيان عممه مكتبها الإعلامي أثنت بلدية صيدا على ما تقوم به وزارة الصحة، وأشارت إلى أن ما أثاره وزير الصحة حول موضوع مسلخ صيدا سوف يتابع من قبل البلدية، وأنها على استعداد للتعاون مع الجميع في هذا المجال في حال وجود أي خلل حفاظا على صحة المواطنين. وأكدت البلدية بأن مسلخ الصيدا هو من أفضل المسالخ الموجودة على الأراضي اللبنانية. سياسيا، أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن هناك فريقا سياسيا يريد جر البلاد إلى فراغ كامل وعينه على تعديل الدستور والوصول إلى المثالثة، وسأل كيف يدعون للحوار من يعتقد أننا نخاف إجراء الانتخابات النيابية. ثمة من يريد الفراغ وفق منطق إما أن يكون رئيسا أو لا رئيس. بهذه الكلمات تطرق الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري إلى ملف رئاسة الجمهورية في لقاء أجراه في قصر القنطاري مع الماكينة الانتخابية لقطاع الشباب في تيار المستقبل في الجامعة الأمريكية في بيروت في إطار التحضيرات لخوض الانتخابات الطالبية يوم الثلاثاء المقبل. موقفنا ضد التمديد أو ضد إجراء الانتخابات النيابية كان واضح من الأول، وما يعني كذبنا لا على نفسنا ولا على الناس. في فريق سياسي بالبلد بده يخدنا نحو فراغ كامل وصولا لتعديل الدستور والوصول إلى المثالثة، وفي فريق سياسي تاني بده يخدنا على الفراغ أو بده يخلينا فيه حتى يكون هو أو لا أحد ضمن رئاسة الجمهور. خارطة الطريق واضحة بالنسبة لنا، انتخاب رئيس من ثم اتفاق على قانون للانتخابات والذهاب بأسرع وقت إلى انتخابات نيابية اللي ماننا خايفين منها واللي بإذن الله حنربحها. إذا الطرف الثاني مفكرنا خايفين منها، وإذا مفكرنا إنه تمثيلنا مش موجود بقى بالأماكن اللي نحن متواجدين فيها، ما كان طلع ودعانا إلى الحوار وتمسك فينا كخشبة خلاص لكل المآزق
اللي هو واقع فيها إن كان إقليميا وإن كان بالبلد وإن كان بكل الأماكن. الحريري أكد أن خطاب تيار المستقبل الذي يعبر عنه الرئيس سعد الحريري اليوم مبني على هدف واحد، وهو كيفية تجنيب لبنان ويلات التورط المتعمد في الحريق السوري، ومن خلال هذا الخطاب الهادئ والمعتدل يمكننا تحييد لبنان وفك ارتباطه بالأزمة السورية. وحي الحريري موقف أهالي طرابلس والمنيا وكل الشمال من الأحداث الأمنية الأخيرة الذين أكدوا أنهم ليسوا بيئة حاضنة للتطرف. واليوم قدم تكتل التغيير والإصلاح مراجعة طعن التمديد للمجلس النيابي في قلم المجلس الدستوري، وأكد أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان أن اللجوء إلى المجلس الدستوري هو تأكيد على الإيمان بمؤسسات لبنان، وإذا كانت استقالتنا ستحقق هذا الهدف لن يكون لدينا أي مشكلة في اللجوء إليها، مستهزئا من مقولة أن التدهور الأمني يحتم تأجيل الانتخابات. هيدي خطوة تاريخية لأنه فتحت الباب بشكل جدي أمام القضاء الدستوري في لبنان اللي هو المرجعية الأولى، فتحت الباب لأن يأخذ قرار تاريخي. القرار مش معناتها أنه كل الظروف المتوفرة بكرة نعمل انتخابات، نحن واقعيين ومنعرف أنه إذا الانتخابات بدها وقت لتتحضر وأنه هنالك بعض المؤسسات أو غيرها يلي لازم لها كمان تحضير وللزم لها بعض التحضيرات، إيه فينا نحكي ساعتها بمهل، وكان هذا الكلام عم نحكي جوا هلأ نحن ورئيس المجلس الدستوري عم نبدي رأينا. هذا الأمر يعالج بمهل، يعالج بشهر باثنين بثلاثة بأربعة بخمسة بستة، لا يعالج بسنتين وسبعة أشهر وقبل منها سنة وثلاثة أشهر. معناتها هنالك تمديد ولاية بكاملها تحت عنوان ظروف استثنائية. أما الظرف الأمني فحدث ولا حرج. بكرة شو عم نشجع؟ شو عم نقول نحن؟ عم نقول لكل مين حابب يعطل الانتخابات، وأنتوا بتعرفوا الوضع بلبنان وبالمنطقة وبلبنان تحديداً من 20-25 سنة لليوم، كل مين حابب يعطل الانتخابات بيقدر يخلق ظرف أمني. في جديد ملف العسكريين المخطوفين، زارت عائلة المخطوف خالد حسن الموجود لدى داعش ابنها الليلة الماضية وروت من ساحة رياض الصلح تفاصيل اللقاء. تقرير نهد يوسف. انتوا ما بدكن ولادكم؟ قلت لهم بلا بدنا ولادنا، بهيت الله ما تحكم هون بدنا ندبحهم. قال لي من يومين ثلاثة كنا بدنا ندبحهم وهلأ بدنا ندبحهم. ولادكم انتم ما كن سالينين عنهم وما بدكن اياهم، لا انتم ولا دولتكم. قلت له والله نحن بدنا اياهم، والله العظيم بدنا ولادنا، نحن ولادنا ما بنتركهم، دولتنا ما بنتركها. يا الله لك ابني، يا الله ابني، ابني انا ودي ابني لك يا الله. لم تحتمل والدة المخطوف خالد حسن ما رأته عيناها خلال لقائها ابنها الموجود لدى داعش. التعب والذل وقسوة البعد والتهديد المتكرر بالقتل، كل ذلك غير ملامح ابنها الوحيد. بده يتيم يا ماما، يا ماما ما عندي غيره يا ماما، والله قلت لنا هيك، والله قلت لنا هيك يا ماما، قلت لنا بعيد على ما تدعوني خالد يا ماما، والله ما عندي غيره يا ماما. راحة بلقاء حبيبها تبدلت صدمة وذهولا، هي شريكة حياته لم تتعرف عليه. حالته غير حالي، يعني شكله ما بينعرف. إجا قرب على الولاد فزعوا منه لأنه شكله مغير، ما عرفوا منه حتى نحن، يعني ما عرفنا منيح. مقبل وأزادي طفلا خالد رافقاهم إلى الجبال طمعا بقبلة اشتاقوا إليها. وين بيسك البابا؟ وشو قال لك؟ شو قال لك كمان؟ ايش قال لك البابا؟ اما خال الاسير فتحدث عن تفاصيل الرحلة المؤلمة. فوتونا بمغارة في الرنج وطفى، قام قال انزلوا، فتوا عن عيونكم، فتحنا عن عيوننا، لقينا حولنا بمغارة فيها ضوء صغير كان ضوء بطارية او شيء. كان الاسير بوجنا جايبينه كمان من مسافة بعيدة، قالوا له يلا تعا عايزينك، ما قالوا له شيء. قام اجى ودع رفقته قال نروح على الذبح، قام قالوا له امك بدها تشوفك قبل ما يوصل بشوي، قال لا، قالوا له والله العظيم، قال يعني ما في ذبح؟ قالوا له لا،
طلب منا انه ما حدا يحكي السوريين اللاجئين عندنا هون، ما حدا يحكي نهائيًا، تعاملوا معنا بكل لطف، انه كل ما واحد تحرك بواحد سوري عم يعملوا له قصه فوق، يقولوا له جماعتكم عم يقتلوا السوريين، عم يعذبونه كثير. قالت له امه يا ماما انا جاي بشرك انه المفاوضات مشي حالها، وقال لها اي مفاوضات؟ ما في شيء. قال لها ما في شيء نهائيًا. هذه المفاوضات عم كلها كذب. لم يشفى غليل العائلة بعد رؤيته، بل تمنت لو لم تره كما وصفت، لتبقى صورة الابن والزوج والوالد القوية راسخة في قلوبهم ووجدانهم. أعلنت قيادة الجيش أن مديرية المخابرات تمكنت أمس من توقيف الإرهابي أيمن عبد الحميد محيش الذي كان يقود مجموعة إرهابية أقدمت بتاريخ 25/10/2014 على محاولة خطف عسكريين على جسر بحنين وإطلاق قذيفة باتجاه آليات عسكرية أثناء تدخلها لإنقاذ هؤلاء العسكريين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم كان في داخل الآلية، وقد أوقف معظم أفراد المجموعة الإرهابية المذكورة. وأضافت أن مديرية المخابرات أوقفت يوم أمس الإرهابي أسامة يحيى بخاش الذي كان على رأس مجموعة إرهابية أقدمت بتاريخ 26/10/2014 على نصب كمين لآلية عسكرية على جسر بحنين، ما أدى في حينه إلى استشهاد ضابطين ورتيب وفرد وإصابة الإرهابي بخاش، بينما فرت مجموعته عبر البساتين المجاورة إلى جهة مجهولة. وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما يستمر العمل على توقيف الإرهابيين الفارين. وفي سياق متصل بأحداث الشمال الأخيرة، نقلت صحيفة المستقبل عن مصادر رسمية مواكبة للتحقيقات الجارية مع الموقوف غالي حدارة معاون أحمد سليم ميقاتي أنه أدلى باعترافات مهمة متقاطعة مع اعترافات ميقاتي وآخرين لجهة تأكيد الضلوع في مخطط إرهابي كان يرمي إلى تأمين سيطرة خلاياهم الإرهابية على نطاق جغرافي واسع في الشمال، إذانا لإعلان إمارة مبايعة لتنظيمات إرهابية خارج الحدود. أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي لصحيفة المستقبل أن طرابلس بيئة حاضنة للجيش والدولة والاعتدال، مثنيا في هذا الإطار على إبداء أهل المدينة تعاونا استثنائيا مع الجيش في مواجهة المجموعات الإرهابية المتطرفة. حذر وزير العدل اللواء أشرف ريفي من أن الترويج لنظرية الأمن الذاتي هي الطريق الأسرع نحو الفوضى والحرب الأهلية، مؤكدا أن لا أحد قادر على ابتزازنا بالحماية الأمنية. أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي رفضه كل أشكال الأمن الذاتي، مشددا على الوحدة الوطنية لبناء الدولة القوية العادلة ولحماية الحدود من الإرهاب الذي يتربص بالوطن. كلام ريفي جاء خلال حفل أقيم في كازينو لبنان بدعوة من جمعية اللامركزية والإنماء لمناسبة إطلاق مشروع قصر العدل في جوني. من غير المقبول أن يلجأ البعض لترويج نظريات الأمن الذاتي، تلك النظرية هي الطريق الأسرع نحو الفوضى والحرب الأهلية. لا يحمي الوطن إلا دولة قوية خالية من كل سلاح خارج عن الشرعية. لقد عانينا في طرابلس من بعض محاولات الأمن الذاتي المشبوهة، فوقفنا ضدها وأجهضناها وقلنا نعم للدولة وفقط للدولة. أدعوكم أنتم أحفاد البطريرك الياس الحويك وأبناء الكاردينال الصفير والكاردينال الراعي إلى التمسك بلبنان الدولة التي إن حفظناها فلا أحد قادر على تهديدنا بخطر الوجود أو ابتزازنا بالحماية الأمنية. وأكد ريفي أن الترويج لتحالف الأقليات مخالف لسياق التاريخ، كما أن المسيحيين لم ولن يكونوا أهل ذمة، مشيرا إلى أن ادعاء البعض حمايتهم هو محاولة فاشلة للانتقاص من وجودهم. بعد الفاصل تتابعون. انفجاران أمام سفارتي مصر والإمارات في طرابلس. أهلا بكم من جديد. واصل طيران التحالف الدولي غاراته على مواقع لتنظيم داعش في مدينة كوباني على الحدود السورية التركية، وتمكن المقاتلون الأكراد من قطع طريق رئيسي يستخدمه مسلح التنظيم لاستقدام التعزيزات والإمدادات من الرقة وريف حلب. أما في حلب ودرعا وريف دمشق فصعدت كتائب الأسد عملياتها العسكرية، فيما أحبطت المعارضة عمليات إنزال لقوات النظام في ريف القلمون.
شن طيران التحالف الدولي في الساعات الأولى من فجر اليوم غارات على مواقع لتنظيم داعش في مدينة كوباني على الحدود السورية التركية، واستهدفت الغارات بلدتي ترميك ومميت في المدينة، كما دارت اشتباكات عنيفة في الأحياء الجنوبية بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي ومسلحي داعش. وشهدت الأيام القليلة الماضية تقدم القوات الكردية مدعومة بمقاتلي البشمركة في مواجهة مسلحي داعش، واستطاع المقاتلون الأكراد من قطع طريق رئيسي يستخدمه مسلحو التنظيم لاستخدام التعزيزات والإمدادات من الرقة وريف حلب. أما النظام السوري فيواصل عملياته العسكرية وقصفه العنيف على الريف الدمشقي، وتمكنت قوات المعارضة من تفكيك عدد من الألغام كانت كتائب الأسد قد زرعتها في القرمون الشرقي، ودمرت عدد من الأليات العسكرية وأحبطت عملية إنزال جوي لقوات النظام. واتهم ناشطون قوات النظام بقصف حي جوبر بقذائف تحوي غاز لكلور السام، ما أدى إلى اختناق عدد من الأشخاص. بدورها شهدت بلدات درعا سلسلة غارات جوية استهدفت في معظمها مدن الشيخ مسكين وجاسم، وتمكن الثوار من تدمير رتل كامل لقوات النظام كان متوجها إلى مدينة الشيخ مسكين من جهة أزرع. وعلى وقع القصف العشوائي على ريف حماة تصدى الثوار لمحاولة هجوم النظام على محاور غربي مدينة السلمية. طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من مستشاريه إجراء مراجعة لسياسة إدارته بشأن سوريا بعد أن توصل إلى نتيجة أنه ربما لن يكون من الممكن إنزال الهزيمة بمتشددي تنظيم داعش من دون إزاحة رئيس النظام السوري بشار الأسد. وأفادت شبكة تلفزيون CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين بارزين بأن فريق أوباما للأمن القومي عقد 4 اجتماعات على مدى الأسبوع المنصرم لتقييم كيف يمكن لاستراتيجية الإدارة أن تكون منسجمة مع حملتها ضد داعش. أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة شنت 85% من الضربات الجوية على تنظيم الدولة الإسلامية منذ بدء الحملة في آب الماضي. وقال الكولونيل باتريك ريدير المتحدث باسم القيادة الأمريكية المكلفة بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن الشركاء العرب في التحالف برئاسة الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية شنوا 56 من أصل 393 ضربة جوية على سوريا، في حين شن الشركاء الغربيون الأمريكيين 70 من أصل أكثر من 470 غارة جوية على العراق. إلى ذلك يبحث 200 ضابط من نحو 30 بلدا في التحالف المناهض لتنظيم داعش سبل تعزيز استراتيجيتهم ضد المتشددين في العراق وسوريا، وذلك خلال اجتماع يستمر 10 أيام في قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة. وأعلن الجيش الأمريكي أن الضباط 200 المسؤولين عن العمليات ضد داعش بدأوا مباحثاتهم التي ستستمر حتى 21 من الشهر الحالي في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا في فلوريدا، وسيشكل الاجتماع مناسبة لشركاء التحالف لتوطيد علاقاتهم وتطوير وتحسين حملتهم العسكرية الرامية لإضعاف تنظيم داعش والانتصار عليه. وفي سياق متصل بالحرب على داعش، نجحت القوات العراقية باستعادة السيطرة على مدينة بيجي من مسلحي تنظيم الدولة، فيما كلف رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وزير دفاعه خالد العبيدي بالتحقيق بشأن شحنة أسلحة محملة في طائرة هبطت الأسبوع الماضي بمطار بغداد. تستمر المعارك بين القوات العراقية وتنظيم داعش على أكثر من جبهة، وخصوصا في محافظة صلاح الدين التي أعلن قائد قوات المحافظة استعادة الجيش السيطرة على كامل مدينة بيجي التي تحتوي على أكبر مصفات نفط في العراق. وجنوب غربي محافظة كركوك قتل 19 متطرفا بقصف جوي للطيران الحربي الأمريكي، من ضمنهم قيادي بارز من المتطرفين، كما تم تدمير المواقع التي يتحصنون بها.
كذلك صدت قوات البشمركة هجوما لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف كان هدفه استعادة السيطرة على مرتفعات استراتيجية في حوض حويجة جنوب غرب محافظة كركوك، وقتلت العشرات من مسلحي داعش بعد معارك شرسة. بدورهم خاض أبناء عشيرة البونمر والقوات العراقية في محافظة الأنبار معارك شرسة ضد مسلحي تنظيم الذي أعدم 16 شخصا جديدا من أبناء العشيرة شمالي مدينة الرمادي، وقام برمي جثثهم إلى جانب أحد الطرق. إلى ذلك كشف موقع كركوك ناو عن النقص الكبير الذي يعانيه تنظيم داعش الإرهابي في المقاتلين، بحيث لجأ إلى إغراء شباب المناطق التي يسيطر عليها في المحافظة برواتب مرتفعة في محاولة منه لكسب العاطلين عن العمل للانضمام إلى صفوفه. وسط هذه الأجواء كلف حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة وزير دفاعه خالد العبيدي بمصادرة شحنة من الأسلحة التي كانت تقلها طائرة وهبطت الأسبوع الماضي في مطار بغداد الدولي والتحقيق بشأنها. قتل عدد من عناصر الأمن المصري في هجمات متفرقة في سيناء، فيما جرح عشرات المدنيين في انفجار عبوة ناسفة داخل قطار بمترو الأنفاق بالقاهرة. يأتي ذلك فيما حددت الحكومة ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للانتخابات البرلمانية. سلسلة هجمات دموية واجهتها مصر في غضون ساعات استهدفت مدنيين وقوات أمن على السواء، ففي شبه جزيرة سيناء قتل عنصران من قوات الأمن المركزي برصاص مسلحين قرب قرية يميت بمدينة رفح، وسقط 3 مجندين في مدينة الشيخ زويد، حيث أوقف مسلحون سيارة أجرة كانت تقلهم وأطلقوا عليهم الرصاص. تأتي هذه الهجمات بعدما أصيب 10 أشخاص في انفجار سيارة أمام مطعم للوجبات السريعة في العريش أيضا شمال سيناء. وفي هجوم إرهابي آخر وهو الأول من نوعه، تم استهداف زورق للقوات البحرية المصرية قبالة مدينة دمياط، أدى إلى فقدان 8 عسكريين وإصابة 5. وبحسب وزارة الدفاع المصرية فقد أحبطت القوات البحرية هجوما على إحدى وحداتها تمثل بإطلاق مسلحين يستقلون مراكب صيدن النيران من عدة اتجاهات على القارب التابع للقوات البحرية. أما في القاهرة فقد أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار قنبلة بدائية الصنع داخل قطار بالخط الأول لمترو الأنفاق بين محطتي حلمية الزيتون وحدائق الزيتون. أما في الشق السياسي الداخلي فقد حددت الحكومة المصرية ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للانتخابات البرلمانية التي حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي آذار المقبل موعدا لإجرائها، وذلك بعد أشهر من التأجيل. وذكرت التقارير أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يشير إلى أن البرلمان المقبل سيتشكل من 540 مقعدا للفردي وللقوائم، مع وضع دوائر جديدة لحلايب وشلاتين والنوبة. وقع انفجاران قرب مقري سفارتي مصر والإمارات العربية المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، وأفاد شهود عيان بأن سيارة مفخخة انفجرت أمام مقر السفارة الإماراتية بعد دقائق من انفجار مماثل استهدف السفارة المصرية، ولا أنباء عن ضحايا في الانفجارين. وقع انفجاران قرب سفارتي مصر والإمارات العربية المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، وأفاد شهود عيان بأن سيارة مفخخة انفجرت أمام مقر السفارة الإماراتية بعد دقائق من انفجار مماثل استهدف السفارة المصرية، ولم يؤديا إلى وقوع أضرار في الأرواح وإنما اقتصرت الأضرار على الماديات. واحتشد عدد كبير من أهالي منطقة طريق الشط أمام مقر السفارة المصرية، حيث تصاعدت ألسنة النيران أمام سورها الخارجي محدثة أضرارا طفيفة. وذكر أحد سكان المنطقة أن تحركات شاهدها بعض الأهالي أمام مقر السفارة، حيث توقفت سيارتان مدنيتان لفترة قبل وقوع الانفجار بنصف ساعة تقريبا. كما قال شهود عيان أن الانفجار أمام مقر السفارة الإماراتية وقع عند الساعة 7 صباحا، مؤكدين أن المسافة بين المبنى والسيارة المفخخة جنبت إحداث أضرار في المبنى. يشار إلى أن السفارتين أقفلتا بعيد اندلاع المواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيات فجر ليبيا في آب الماضي. وأدان السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية التفجير الإرهابي الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية وحرمة مقر البعثات الدبلوماسية، وأكد أنه يسيء للعلاقات التاريخية وروابط الدم التي تجمع بين مصر وليبيا.
وجاء التفجيران عقب سلسلة انفجارات بسيارات ملغومة في مدينة طبرق شرق البلاد. يجري وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مباحثات في العاصمة الأردنية عمان مع الملك عبدالله الثاني، وتتناول مباحثات كيري مع العاهل الأردني الأوضاع في القدس والانتهاكات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب والتصدي للجماعات المتطرفة التي تهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم. وزير الخارجية الأمريكي التقى مع الرئيس عباس، حيث جرى عرض لملف المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية والأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن إيران ردت على رسالة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وقال شمخاني أن لمراسلات الرئيس الأمريكي ماضيا يمتد إلى سنوات عدة، وفي بعض الحالات تم الرد على هذه المراسلات. وكشف أن الرسالة تمحورت حول الملف النووي الإيراني ومحاربة تنظيم داعش، وانتقد ازدواجية توجهات الإدارة الأمريكية في مراسلاتها الخطية ومواقفها المعلنة، معتبرا هذا الأسلوب إجراء للاستهلاك الداخلي. تدور معارك عنيفة في شرق أوكرانيا الانفصالي، حيث قتل 4 جنود وجرح 8 آخرون في الساعات القليلة الماضية وفق ما أعلنت سلطات كييف. في المقابل عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا لبحث اتهامات حلف شمال الأطلسي لروسيا بإمداد الانفصاليين الأوكرانيين بالسلاح والمقاتلين عبر قوافل عسكرية تمر عبر الحدود الروسية الأوكرانية. ونفت روسيا اتهامات حلف شمال الأطلسي لها بإرسال دبابات وقوات إلى الانفصاليين في شرق أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية. بعد الفاصل تتابعون العثور على طفلة رضيعة في دير دلوم في عكر. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. لائحة ثانية بأسماء مطاعم ومؤسسات مخالفة لسلامة الغذاء، والملف يبحث في جلسة الحكومة وسط تجاذب بين الوزراء. تقدم لافت للأكراد في كوباني، وأوباما تنحية الأسد تساعد على هزيمة داعش. القوات المصرية تتعرض لسلسلة هجمات إرهابية تحصد قتلى وجرحى. بعدما أنهت الاستماع إلى إفادة الشاهد معروف الدعوق رئيس المكتب الإعلامي لدى الرئيس رفيق الحريري حول البيانات الصحفية لنشاطات الحريري، بدأت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية نقاشا حول مقبولية أدلة ينوي الادعاء تقديمها ويعترض الدفاع عليها، وذلك بضوء إعلان القاضي ديفيد ري نية الادعاء استدعاء النائب مروان حميدي للشهادة الأسبوع المقبل. وقد أوضح ري أن حصيلة النقاش ستحدد ما إذا كان حميدي سيدلي بإفادته أم لا. في مطالعته شدد ممثل الادعاء على مسألة أن الرئيس رفيق الحريري كان رجلا سياسيا بارزا قتل عندما كان على وشك العودة إلى منصبه بعدما استقال وفق ما كانت ستخرج به الانتخابات النيابية، وأن اغتياله هو جريمة إرهابية سياسية لا دافع شخصيا لها ولم تتم بشكل عرضي، موضحا أنه يستند في أدلته حول مبدأ السياق والخلفية على تجارب محاكمة دولية منها رواندا ويوغوسلافيا السابقة. ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة التي سبق وقدمها للوزراء لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 19 من الشهر الحالي. إلى ذلك حث مجلس الأمن الدولي مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وأعرب في بيان عن قلقه من تمديد الفراغ الرئاسي، مشيرا إلى ضرورة فتح الطريق أمام انتخاب رئيس بدون تأخير إضافي. وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي قدم أمس إلى أعضاء مجلس الأمن إحاطة عن تنفيذ القرار 1701، منددا بمشاركة اللبنانيين في النزاع الدائر في سوريا، ومطالبا حزب الله وغيره من العناصر اللبنانية بالتراجع عن ذلك، كما عبر بلامبلي عن القلق
من الهجمات التي تشنها على الجيش اللبناني الجماعات المتطرفة العنيفة ومنها داعش وجبهة النصرة انطلاقا من سوريا. أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا أشارت فيه إلى أن الجانب اللبناني ركز في الاجتماع الثلاثي في رأس النقورة أمس على حادثة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي وإصابة جندي لبناني بتاريخ 5/10/2014 وعدم تعاطي الجانب الإسرائيلي بها بجدية. الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية على طول الخط الأزرق وفي البحر بالقرب من خط الطفافات، حيث تؤشر أعمال العدو الإسرائيلي إلى نية لديه لإقامة منطقة عازلة من الجهة اللبنانية. الحوادث الحاصلة في الجولان المحتلة على الحدود مع لبنان عند منطقة شبعة، إذ حذر من محاولات تسهيل عبور المجموعات المسلحة من الجولان المحتلة إلى شبعة. قطع عدد من الأهالي بولوفار معروف سعد في صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وقد عملت القوى الأمنية على إعادة فتحها وأوقفت كل من صبح ميم ومحمد ميم وأحمد خاء وإبراهيم سين ومعروف عين على خلفية إقدامهم على إشعال الإطارات. العثور على طفلة رضيعة مرمية عند مفترق دير دلوم في عكار، والقوى الأمنية تفتح تحقيقا في الحادث. هذه الطفلة هي ضحية عائلة وضعتها في زاوية شارع وأدارت ظهرها وكأن شيئا لم يكن. ففي عكار عثر صاحب محل تجاري عند مفترق دير دلوم على كرتونة بداخلها طفلة حديثة الولادة، وفي قدمها وضع سلسال حفر عليه اسم فاطمة عبد الرحمن. رئيس بلدية دير دلوم جورج كوراني قام بنقل الطفلة إلى مركز اليوسف الاستشفائي للإطمئنان إلى صحتها. البنت بصحة جيدة وأنا لحد هلا بأهدي البنت لحد هلا، أنا مستعد أتبناها. مع العلم عندي 4 شباب خلي وبنت البنت الخامسة، بس شيء حرام حرام. أتمنى بما أنه بينت خيوط هلا من الحكيمة تبعها ومن أمها بتأمن تحريات يحكموا أمها وهي. وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث للتعرف على زوية الطفلة. في بعلبك قام الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع مساعدات على الأسر السورية المتضررة من أحداث عرسال الأخيرة بالتعاون مع دار الإفتاء في المدينة. استمرارا للحملة التي أطلقها رئيس الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لإغاثة الأسر السورية المتضررة من أحداث عرسال الأخيرة، توجه فريق من الهلال الأحمر إلى مدينة بعلبك لتسليم مساعدات إغاثية إلى العائلات التي احترقت مخيماتهم، وذلك بالتعاون مع دار الإفتاء في بعلبك الهرمل. وقد تمت عملية التوزيع بإشراف مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح ومنسق الإغاثة في الهلال الأحمر الإماراتي في لبنان بسام غمراوي. نتوجه بعظيم الشكر إلى دولة الإمارات الشقيقة، إلى أصدقائها في لبنان وأيضا النازحين السوريين، متمنين لهم الأمن والأمان والطمأنينة لبلادهم العزيزة على قلوبنا جميعا. نبدأ حملة جديدة تستهدف 5000 أسرة في بعلبك والبقاع الشمالي والبقاع الأوسط. اليوم نتعاون مع دار الفتوى ومع سماحة مفتي بعلبك الشيخ خالد صلح ونوجه له التحية والشكر على التعاون. وتشمل الحصص مواد غذائية ومواد تنظيف وفرشا وأغطية. بعد الفصل تتابعون. يوتيوب تلزم المستخدم بدفع المال أو مشاهدة الإعلانات. أهلا بكم من جديد، والآن نبقى مع الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. تفضل باسل. شكرا ميرنا، أهلا بكم. يعد الصنوبر في لبنان من أغلى أنواع الحبوب، إذ يصل سعر الكيلو الواحد إلى 120 ألف ليرة لبنانية. أسباب غلاء الصنوبر والعوائق أمام المنتجين والمزارعين في هذا التقرير لمحاسن حلبي. عدة أسباب تقف وراء ارتفاع أسعار الصنوبر أو الذهب الأبيض في لبنان، فبالإضافة إلى تعريض العمال حياتهم للخطر وهم يتسلقون أشجار الصنوبر الباسقة غير مبالين لما يحدق بهم من مخاطر، والمواطن يتساءل لماذا ثمن الصنوبر باهظ؟ غلى الصنوبر هي بتعود لكلفة اليد العاملة
اللي بتنتجوا وبتقطفوا مثل ما انتم شايفين التشحيل، عملية التشحيل والقطف كلها فيها خطر بشغله، ومما بتسبب على الأجر اللي بتقضاه العامل من شان القطف والتشحيل. والسبب الأكثر انه هيدا صنف بينقطف عمدة 7 أشهر وبيتخزن، ما إله بعد مكانات حديثة لنطوره، بسبب تأخير بالقطف وبالتصنيعه تراوح خلال سنة. وبالإضافة كمان إلنا سنتين عم نعاني من الموسم كتير نص الكمية. تتراوح أجرة العاملين ما بين 120,000 ليرة لمن يقطف الصنوبر و 50,000 ليرة لمن يجمعهم من الأرض، وغالبية العمال هم من الجنسية السورية، وتشتهر مناطق عدة في لبنان بإنتاج الصنوبر. هي اشتهرت بهالصنف وبتصنيعه، صاروا التجار مثل نحن بنروح على من جزين لبسكنتا لكل المناطق نجيب نصنعها ببضيعتنا، وفيها نسبة كتير من التجار والمصانع اللي هي للصنوبر. هذا ويقدر عدد العائلات التي تعيش من الصنوبر ما يقارب 50,000 عائلة. أعلنت شركة جوجل المالكة لموقع يوتيوب أنها تختبر نظاما جديدا يخول أي شخص يريد مشاهدة الفيديو على موقع يوتيوب دون أي مقاطع دعائية دفع مبلغ شهري قيمته 10 دولارات. وقالت الشركة إن هذا النظام ليس متوفرا للعامة في الوقت الحالي، وإنه يجري اختباره من خلال أشخاص وجهت لهم الدعوات، على أن يتم إطلاقه في وقت لاحق تعلن عنه الشركة. أصدرت محكمة في كاليفورنيا قرارا سمحت بموجبه لمستخدمي آيفون السابقين بمقاضاة شركة أبل بسبب مشكلة تتعلق بتطبيق iMessage. وكانت إحدى مستخدمات آيفون تقدمت بدعوى أمام المحكمة نيابة عن نفسها وعن مجموعة من مستخدمي الهاتف السابقين، تطالب فيها بالسماح للمتضررين بمقاضاة الشركة بسبب مشكلة يتسبب بها تطبيق iMessage تؤدي إلى عدم استقبال الرسائل القصيرة SMS الواردة إليهم بعد الانتقال من آيفون إلى استخدام هاتف من نوع آخر. أعلنت شركة إير برلين الألمانية للطيران أنها حققت بداية مبشرة للربع الأخير من العام، وأنها تخطط ليكون أسطولها للرحلات القصيرة والمتوسطة المدى من طائرات إيرباص 320 لخفض النفقات، وستستكمل ذلك بنهاية العام 2016. وأشارت إير برلين المملوكة بنسبة 29% لشركة الاتحاد للطيران بأبو ظبي بأنها ستقوم بإجراءات جديدة لإعادة هيكلة في وقت سابق هذا العام في محاولة للعودة إلى الربحية، ومن بينها تغييرات في المسارات وخفض للوظائف وإجراءات لترشيد أسطولها. هذا وتسعى إير برلين لشراء مزيد من الطائرات A320 أو إيرباص 320 ضيقة البدن من السوق، إضافة إلى الاستحواذ على 14 طائرة من شركة طيران أوروبية أخرى. هذا كل شيء في الاقتصاد، إلى اللقاء. بعد هذا الفاصل تتابعونا في الرياضة. الرياضي بيروت يتعاقد رسميا مع الأمريكي جيرمايا ميسي. أهلا بكم من جديد، نبقى مع الصفحة الرياضية مع صبحي كبلاوي. تفضل صبحي. شكرا ميرنا. مرحبا، نبلش الأخبار الرياضية من الفوتبول الدولي، حيث وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حد للشائعات يلي طالت ملف روسيا وقطر باستضافة كأس العالم 2018 و2022 بقطر، وبرأ الفيفا قطر من الفساد. كشفت صحيفة الديلي مايل البريطانية عن تفاصيل التقرير يلي رح يصدر عن الاتحاد الدولي للفوتبول، ويلي بيشير إلى أنه قطر رح تحتفظ بتنظيم بطولة كأس العالم 2022، وهيدا يلي أكده رئيس الاتحاد الدولي للفوتبول جوزيف بلاتر أنه كأس العالم سنة 2022 بقي بقطر. ولدى وصوله للعاصمة السعودية الرياض وقت تم افتتاح كأس الخليج 22، قال بلاتر أنه في أشخاص سيئين للغاية وبقولوا أشياء غير حقيقية عن نهائيات قطر. ارجع محليا كمان، وبعد المستوى المتواضع والضعيف يلي ظهر فيه اللاعب الامريكي بصفوف النادي الرياضي بيروت بريون راش وادى لخروج الفريق من نصف نهائي بطولة الاندية العربية بالمغرب، تعاقد الفريق البيروتي مع الامريكي جيرمايا ميسي.
ضم النادي الرياضي بيروت بطل لبنان لاعب جيرمي ماسي خلفا للامريكي براين راش اللي استغنى عنه الفريق بعد المشاركه الاخيره ببطوله الانديه العربيه. ماسي مترين واثنين سنتيمتر 32 سنه لاعب بالموسمين الاخيرين بلبنان، اولا مع شانفيل قبل ما يخوض الموسم بكامله مع عمشيت، وبلغت معدلاته 20.9 نقاط بالمباراه، 8.6 متابعات و5.5 تمريرات حاسمه بالمباراه الوحده. ومننهي كمان مع كرة السلة، ولكن هالمرة العالمية والدوري الأبرز الـ NBA والنتائج اللي سجلت فجر اليوم. ضمن الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة الـ NBA، فريق بورتلاند عم بحقق انتصار كتير كبير خارج أرضه على فريق دنفر بنتيجة 130-113. داميان ليلار كان أفضل مسجل من ناحية بورتلاند مع 27 نقطة، وبورتلاند عم بحقق انتصاره السادس بتسع مباريات، وعزز مركزه الأول بمجموعة الشمال الغربي قدام أوكلاهوما تاني. أما فريق دنفر فكان عم يتلقى خسارته السادسة بسبع مباريات بالرغم من 32 نقطة يلي سجلهم لوسون. وبأبرز مباريات، انديانا تغلب على ميامي 81-75، اورلاندو على نيويورك 97-95، نيو اورليانز على الليكرز 109-102، واخيرا فينيكس على بروكلون 112-104. لهم نوصل لختام الرياضة. بدي ذكر انه اسماء الفرق المشاركة ببطولة ابو ظبي الدولية لكرة السلة رح نقولها بنشرة 7:30 من هون لوقت. الى اللقاء. ولن تذكيرهم بالعناوين: لائحة ثانية بأسماء مطاعم ومؤسسات مخالفة لسلامة الغذاء، وملف يبحث في جلسة الحكومة وسط تجاذب بين الوزراء. تقدم لافت للأكراد في كوباني، وأوباما تنحية الأسد تساعد على هزيمة داعش. القوات المصرية تتعرض لسلسلة هجمات إرهابية تحصد قتلى وجرحى. وكان في الاقتصاد، ما هي أسباب غلاء الصنوبر؟ وقد تابعتم في الرياضة مونديال 2018-2022، لا حاجة لإعادة التصويت وتبرئة قطر من الفساد. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.